السلام عليكم، يا هلا بالشباب. هذا الرجال اللي تشوفوه قدامكم اسمه كارل باي، شاب وكيوت وواحد من اشهر رواد الاعمال بالصين. كان شريك مؤسس بشركه ون بلس، لكن بسبب مشاكل داخليه انسحب من الشركه وراح اسس شركته الخاصه وسماها لا شيء او نثينج. اغلب الناس واني منهم كنا نشك انه راح نشوف شيء مميز من هذه الشركه. من كان بون بلس كانت بظهره وتدعم اوبو بكل جبروتها وقوتها، بس بنثينج بظهره نثينج حرفيا غير كم فلس لمها بطلوع الروح، على قولة اخواننا المصريين تحويشه العمر. لكن هويه الشركه برزت ووضحت معالمها وقدمت هذا الهاتف الاول والاكثر غرابه بالعالم والمختلف كليا عن الاجهزه التقليديه الموجوده حاليا، هاتف لا شيء او النثينج فون 1، بمواصفات ممتازه من الخط الاول بالفئه المتوسطه والسعر مناسب. بصراحه هو مو كلش مناسب، خلي لا احمد زايد. تعالوا وياي اليوم راح نسولف عن تجربتنا للجهاز وشنو الميزات والعيوب اللي سجلناها، ونصحك تشتري له ولا كمل هذا الفيديو للاخير حتى تعرف كل صغيره وكبيره عن الجهاز. سوي لايك طياره من ايدك الحلوه للفيديو ويلا ننطلق. انا محمد واهلا بيكم في فيديو اليوم. السلام عليكم. بصراحه احنا ما كنا مخططين ان نسوي الفيديو، بس شفت محمد حيل عجب التليفون فقلت خلي ارد له اياه بالاونر ماجيك 4 برو، وقلت اكسر واهسه شويه، ولهذا بهذا الفيديو راح اقصف التليفون كم قصفه قويه، فمو تتفاجئون. لكن اكيد عندي ملاحظات على الجهاز لازم اقول لكم اياها. بس للامانه الجهاز يستاهل، مو بس من جهه المواصفات. شفته يستاهل لان صار هوايه ما شايفين شيء غريب بعالم التليفونات، اللي صار شويه ممل. وماكو جهاز كامل صحيح انا ادري، بس انا موجود هنا حتى اثبت للعاشق الولهان محمد ان الجهاز بعيوب ومو كامل. فيلا ابو جاسم بلش انت وانا راح استلمك. مرحبا، انا حسن واهلا بكم في فيديو اليوم. بالتصميم الشيء المو طبيعي هو هذا الظهر الزجاجي الشفاف المصمم بشكل حيل متعوب عليه، بجودة تصنيع عالية ومميزة حيل. الجهاز من الزجاج القوي ومركبين بداخله 900 اضاءة ليد ابيض متفاعل. ها تشتغل هذه الاضاءات من يوصل لك اشعار او اتصال، وتقدر تختار من الاعدادات النغمة اللي تريدها ونمط الاشعار، وايضا تقدر تحدد نغمة من تليفونك وراح تشتغل الاضاءات حسب تون النغمة. حتى تستمتع بهاي الاشعارات لازم تخلي الجهاز نايم على الشاشة، هذا الشيء اكثريتنا ما يسوي خصوصا اذا كان الجهاز يدعم الالويز اون ديسبلاي. تقدر تتحكم بشكل ونوع الحركات بالظهر من الضبط، تقدر حتى ويا النغمات تسوي الاضاءة، ايضا تقدر تستفاد من عندها بعرض نسبة الشحن، وتقدر تشغلها حتى من الجهاز بالوضع الصامت. بصراحة اغرب تصميم من السنين بجهاز. الجهاز اصدقائي مثل ما تشوفوه حافاته فلات تماما، مشابهة بشكل كبير لشكل الايفون 13 برو بنفس الابعاد والحافات مع لمسة نثينج وهويتها الخاصة. مسكته مريحة باليد، وزنه خفيف 193 غرام، والجهاز والحمد لله راح يكون اطاره مصنوع من الالمنيوم مو من البلاستيك، وعليه طبقة حماية الجيل الخامس على الظهر والشاشة، وايضا بمقاومة مي وغبار بمعيار IP53، يعني يتحمل لك رشة خفيفة بس مو تغمرة بالمي. للامانة كل شيء بالتصميم كلاسيك وراقي، بس تعالوا خلينا نشوف الشاشة شنو بيها وحب اشكالاتها. اها هنا أنا على كيفك ضلعي. برايي هذه الاضاءات ما بيها فايده حقيقيه، هذا رايي الشخصي. صح مميزه وفيكه، بس اشوفها حيله من الشركه حتى صنع شيء مميز وغريب ويطش طشه بالسوق قويه. مو لوموم ابو جاسم اعترف. لا عاد هنا راح اسالك سؤال ابو فلاح، لفت نظرك الجهاز لو لا؟ صح اعترف، هذا هو الهدف، ان تتميز بين الحشود، والغايه تبرر الوسيله، والوسيله الاولى للجهاز هي تصميمه، ونجح نجاح مخيف. بس مو هنا وهاي، لا الشاشة وحش بالفئة وراقية جدا. اسمعوا وانتو حكموا. الشاشة هنا فلات ما بيها اي انحناءات، والحفات متساوية من جميع الاطراف. نوعها مود E4 من سامسونج، قياسه 6.55 انج، ودقتها فول اتش دي بلس، كثافة بكسلاته 402 بكسل بالانج الواحد، هذا ممتاز جدا وبكل الفئة. وايضا هنا ما عندك تنازلات بالشاشة بكل المواصفات، لان ترددها 120 هرتز، هذا تردد ينطيك سرعه وسلاسه بالتنقل او متتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. الفيكه مو بس بالتردد وحده، لا حتى السوفت وير طياره، بس هذا خل ارجع له في الدقيقه بعد، لان قصه الذكاء والدهاء من الشركه موضوع السوفت وير وحده. وايضا الشاشه قبل لا انسى تدعم لك تقنيه الاجدار 10 بلس، وضاءتها تتجاوز 700 شمعه، تنطيك مشاهده مريحه خارج البيت. الشاشة ألوانها ممتازة وزوايا المشاهدة جميلة جدا، السوادات بها عميقة وتشبعها عالي. البصمة هنا محفورة جوا الشاشة، ضوئية وأدائها سريع جدا، وما شفت أي بطء أو تعليق خلال فترة استخدامي للتليفون.
ايضا الجهاز موجود به سماعتين ستيريو سبيكر علويه وسفليه، الصوت عالي والعمق والبيز يعتبر جيد. بس اذا شنت تحب الصوت السلكي فحب اقول لك ما عندك هنا مدخل سماعات الراس 3.5 ملم. بالشاشه انا راح استريح لان الشاشه تاخذ من عندي تقييم ممتاز، خصوصا بالوقت الحالي كانت بيها بالبدايه مشاكل بالاضاءه بس صححت بتحديث هوائي. بالنسبه للصوت مدخل 3.5 ملم صار شبه طبيعي ان يغيب هذا المدخل عن اي جهاز من وراء العمه ابل، بس السماعات اخاف محمد ما قالها مو الافضل حتى بالفئه. صحيح استيريو لكن مو الافضل خصوصا بالنقاوه، البيز بي جيد، الدقه بيها واضحه لكن مو الانقى. والسعر اشو غلست علي ابو جاسم ها، ليش احكي بي لوله؟ اعترف. قبل السعر خلي اونس العالم بالمواصفات، ايش بيك مستعجل ابو فلاح؟ اعطيني فنتك. وبالنسبه للصوت فترى كل الفئه ما بيها سماعات خرافيه، ما عليكم من ابو فلاح وتعالوا للاداء قبل السعر. هنا عندك معالج فئه متوسطه عليا بامتياز من كوالكوم، هو السناب دراجون 778 جي بلس، وهذا معماري تحديثه 6 نانو متر، ينطيك اداء عالي جدا باي لعبه او تطبيق واستهلاكه قليل للبطاريه. والاضبط وجود معالج رسوميات هو الادرينو 642 ال، هذا يخلي عندك الجرافيكس والرسوم عاليه، حرارته ايضا مقبوله جدا، وهذا افضل من 778 العادي اللي موجود وشفناه بالاي 73 على سبيل المثال، 5% كمعالج و7% بالالعاب والرسوميات. الجهاز متوفر برامين ورام واحد اما 8 او 12 جيجا بايت، ومساحه التخزين الداخليه اما 128 او 256 جيجا بايت، لكن هنا أنا لازم اقول لك انه ما عندك بطاقه ذاكره خارجيه. خلي ببالك انه فقط النثينج 1 والاونر 70 بيهم هذا المعالج وينطيك اداء ممتاز باي استخدام. الجهاز هنا يشتغل لك بالاندرويد 12 وواجهه النثينج او اس 1، وهي واجهه الشركه شبه خام تشبه أجهزة جوجل ما عدا بعض الإضافات من شركة Nothing واللانشر الخاص بهم، يعني تحديثات النظام والأمان راح تحصل عليها أول بأول. بالمناسبة الشركة أول ما نزلت الجهاز وعدت بتحديثات لمدة 3 سنوات نظام و4 سنوات تحديثات أمان، هذا الشيء ممتاز بصراحة. أول ما تشغل الجهاز لازم تروح على السيستم وتحدثه لأن هواي مشاكل من طرح الجهاز كانت موجودة، ولكن تم حل معظمها والتحديثات راح تبقى توصل لك بشكل مستمر باعتبار هذا أول جهاز من الشركة. لكن خلال تجربتي فشفت كل شيء طيارة بالجهاز، لأن يعتمد على واجهة خفيفة بدون أي إضافات زايدة أو تطبيقات ما لها أي فائدة، مجرد تستهلك من قوة الجهاز بالخلفية. الانيميشن والتنقلات كلها سهلة وسريعة الصراحة، تجربة ذكرتني بأجهزة ون بلس، نفس الإحساس والسرعة موجودة هنا. الملتي تاسكينج افتح أكثر من تطبيق كلها محيوكة ومخيطة خياط. بصراحة سوفت وير الجهاز اعطاني احد افضل التجارب اللي جربتها بعالم الاندرويد. انا هنا أنا لازم اثبت نقطة على السوفت وير من رخصة ابو جاسم، صح بعدها مكمل الاداء بس حتى ما تتخربط السالفة وتتيه عليكم. قبل الاطلاق استعرضت الشركة نظامه وانا كنت قلقان لان شفتها شركة صغيرة تسوي واجهة كاملة، يعني المستخدم صعب ان يحصل تحديثات مستقرة والفترة طويلة. اللي بعدين اكتشفناه واللي خلاني ارفع القبعة لنثينج ان الشركه استخدمت الاندرويد الخام من جوجل بدون تعديلات، فقط سوت له لانشر، يعني تعديلات جماليه وثيمات وكم تطبيق خاصه بالشركه تربط ويا اجهزتها واكسسواراتها. بصراحه احييهم على هذه الحركه، خلت الواجهه والسيستم طياره وسريع ويتحدث لفتره طويله، وهذه نقطه لازم نحسبها لناثينج. شوف اصدقائي، بالطبيعي الاجهزه المتوسطه بالوقت الحالي تقدم لك 3 أو 4 كاميرات، بس هنا وهذا الافضل Nothing استخدمت كاميرتين اثنين بس، لكن مرتبة اثنينهم دقتهم 50 ميجا بكسل، كاميرا أساسية من سوني. وهنا ركزوا وياي لأن Nothing اختارت متحسس الـ IMX766، هذا المتحسس كان بطل عالم الأندرويد بال 2021 وموجود بكل أجهزة الفلاكشيب. عداها المتحسس يدعم لك تركيز تلقائي للصورة وتثبيت بصري OIS، وفقط الـ Nothing 1 والـ A73 من سامسونج بيهم تثبيت بصري حقيقي مو رقمي. الكاميرات هنا يعتمد عليها حرفيا، العدسة الأساسية أنطتني نتائج محترمة سواء بالليل أو النهار وبتفاصيل ممتازة جدا خصوصا بوضع 50 ميجا بكسل. التصوير الليلي جيد، يشتغل بشكل أوتو واحدة وينطيك علامة قمر على الشاشة، لكن مو موجود بشكل منفصل ويا أوضاع التصوير. البوكيه والعزل بالصور أيضا جيد، والاختصاص يشتغل بطريقة ممتازة. ونجي هسه للعدسة الثانية اللي تنطي زاوية تصوير 114 درجة ومصنعة من سامسونج ومتحسس الجي ان 1 الأفضل من سامسونج بالعدسات الواسعة، والأهم يدعم تقنية دمج كل 4 بكسلات مثل المتحسس الأساسي. والصور اللي أخذتها مقبولة
وليس أفضل ما موجود بالفعل متوسطة، خصوصا بالوضع الليلي راح تفقد تفاصيل بسيطة بالصورة. قبل لا أنسى، العدسة الواسعة تشتغل أيضا كعدسة ماكرو تقرب لك الحد 4 سنتيمتر. أبو جاسم حبيبي على كيفك، شو غلست على كاميرا السيلفي؟ غريبة برأيي، شركة تستخدم عدسات بالظهر 50 ميجا وراقية، السيلفي ليش 16 ميجا F2.5؟ يعني برأيي منتحرة حتى بالفئة. اعترف، هذا اللي صار عندك لو لا؟ وأريدك تقول الحقيقة للجمهور. أبو فلاح لا تحمي واسمعني، لأن المفاجأة الكبرى بالنسبة لي هي كاميرا السيلفي. على الورق صح ما بيها شيء مميز، 16 ميجا بكسل وكذا، لكن اللقطات اللي أخذتها فعلاً مميزة والإضاءة بيها ممتازة وبشكل جذاب. شوفوا هذه النماذج أنتوا وانطوني رأيكم على عناد أبو فلاح. عدسة السيلفي جيدة، والموضوع مو بس أرقام، لأن التصوير بالمحمول يعتمد على السوفتوير أكثر من الهاردوير. أبو جاسم البطارية وين؟ شاشة كبيرة 120 هرتز، معالج قوي، طاقة الرسوميات أقوى، البطارية أكيد تطير عندك بسرعة. ولو مومو مبين عليك حاير شو تقول، الظاهر حيل مفشلتك. كم ساعة سكرين اون تايم؟ سولف لي التفاصيل كلها حتى الناس تصير عندها الفكرة واضحة وكاملة. لا والله فلاح، بس أنا عفتها أختم بيها، وصراحة ما توقعت عمر بطارية راح يكون بهالمستوى الممتاز من بطارية الجهاز الصغيرة اللي سعتها 4500 ملي أمبير. الجهاز يدعم لك شحن سلكي ستاندر بقدرة 33 واط، ولكن واحدة من مميزات الجهاز انه يدعم لك شحن لاسلكي بقدرة 15 واط وشحن عكسي بقدرة 5 واط. وخلي في بالك انه بس هذا الجهاز بهذه الفئة يدعم لك شحن لاسلكي. على عناد ابو فلاح، ردها ان استطعت. يا معود على بختك، يا شحن لاسلكي، الباكيت فارغ، ما بي غير الشحن او كيبل الشحن. ندري ابل سوتها ولحقوها الربع، بس وين القى له شاحنه اصليه غراضه موجوده كفر سكرين؟ هالمره تريدني احير بالشاحن الوايرلس؟ والله حسوا ان الجهاز موجود رسمي بالعراق يا شباب اي تي لوبي، وكل غراضه وشاحناته واكسسواراته موجوده وبضمان اي تي لوبي، ومعروفين بالسوق هم، ما يحتاج انا اعرفهم. ويحسب لهم هذا الشيء انه وفروا الجهاز بهذه السرعه وبضمان لمده سنه. خلينا نجي على سعر. سعر نسخة 8.28 جيجا بايت $469، ونسخة 8.256 سعرها $499، أما نسخة 12.256 فسعرها $459. حمودي حبيبي، ما تشوفه غالي للسعر شوية؟ يعني سعره بسعر الأي 73 من سامسونج، وهذه سامسونج مو أي شركة، ما حتشيلك بغير شركات، وعندنا مثله هواية وأرخص. الأونر 70 ممتاز وراقي ومن اسم قوي، شاومي 12 لايت، ماذا تشوفه للناثينج وان غالي شوية؟ هنا راح أقول لك لا مو غالي. أولا هو الوحيد بالفئة بشحن لاسلكي وعكسي، والوحيد بعد الأي 73 بتثبيت بصري OIS، والوحيد اللي بكاميرتين بدقة 50 ميجا بكسل واثنينهم ومتحسسات فلاكشيب، والوحيد بعد الأي 73 بمقاومة مي وغبار بمعيار حقيقي وتصميمه فيكي وغريب، لا تنسى هاي النقطة. وهيك أعتقد الصورة صارت واضحة، ميزاته وعيوبه صارت يمكم. بس تقولوا لي شنو رأيكم بالجهاز، ويستاهل هاي الضجة صارت عليه لا لا؟ وشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. في أمان الله.